اشتهر أشخاص من أهل السلوك الروحي أمثال الشيخ الهادي بن عيسى في القرن العاشر بانفعالات عاطفية قوية تجدد للناس حرارة الإيمان حتى إن أجسامهم لا تحس بآلام السموم. محمد ذو الكرامة والمعجزات الصحاح أمين حوضه فقد سقاني كأسا وقلت علينا كأسا وقلت علينا لما استقر في صدري أشافيت منه القليل أشافيت منه القليل مرحبا أهلا وسهلا بالحبيب مرحبا زين مديحك يا ابو فاطمه.